أما بعد حبيبتي في الله، هذا اتصال مع شيخنا الشيخ سعيد حفظ الله تعالى، يتعلق بموقف إسلام للعنصرية وأدب هاتف، أدب هاتف بين خاطب والمخطوبة، وأمور يتعلق بخطبة الزواج وعنف في زواج. فهل يجوز للرجل الإرسال صورته قبل السفر لكي لا تضيع المال وقت إن كانت المرأة لن ترضى بنظره لأنه هو يسافر من بعيد؟ هل يجوز أن تضيع الصورة أو من بلد؟ إن كان الرجل ثقة، إن كان الرجل عندك صوت، أنا أسمع صوت عندك. نعم. لا بأس إن كان الرجل ثقة ولا ينشر الصورة، لا بأس. لأنها تكون مقام النظرة الشرعية، لكن لابد من الأمان والثقة. نعم. جزاك الله خير شيخ.